وكان لنا لقاءات في اوائل ايام الثوره وتواصل مع هذه الشركات سواء اتصال مباشر يكون للسفاره او عن طريق مؤسسه النفط هذا مورد من الموارد التي نمتلكها كيف لا نسخره لخدمه هذه القضيه العادله ولردع العدوان نحن لا ننادي باي خطوات آه راديكاليه مثلا في هذا المجال ولكن نحن نريد ان تقف او الشركات النفطيه الكبرى لها تاثير عظيم جدا على الاداره الامريكيه خاصه آه في آه وقت آه ولايه آه دونالد ترامب آه فكيف لا نستفيد من هذا